أهلا بكم. موضوع النهاردة ممكن يكون يهم الشباب والكبار مع بعض. النهاردة هنتكلم عن الروماتيزم أو آلام المفاصل. معظم الناس بتربط آلام المفاصل أو الروماتيزم بالشيخوخة، يعني بيقولوا إنه ده بسبب إن إحنا بنستعمل مفاصلنا سنين طويلة قوي، فبيحصل تآكل في الغضاريف وده اللي بيسبب الألم. بس الكلام ده مش مظبوط، لأن في شباب صغيرين وأنا أعرف ناس منهم عندهم ألم في المفاصل، سواء في الكف أو في الركب، وهم سنهم صغير يعني. فواضح إن السبب ليس له علاقة بالشيخوخة تماما، ليه أسباب تانية. طيب إيه الأسباب؟ هو أسلوب الحياة. يعني أنا دايما في فيديوهاتي ببقى عايز دايما اوعي الناس على اسلوب الحياة، انه ده اهم شيء في حياتك عشان تحافظ على صحتك، ودايما بحاول اخلي الناس تفكر بطريقة مختلفة. طيب ايه اللي بيحصل في الالام الروماتيزمية؟ ليه بيحصل الام في المفاصل واوقات بيحصل تآكل في الغضاريف؟ لما بناكل سكريات وحبوب زي مثلا العيش والمكرونة والرز، بيحصل ان احنا بنموت نوع معين من البكتيريا الصديقة اللي عايشة جوه القولون. البكتيريا الصديقة ليها دور فعال ومهم جدا 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 للحفاظ على صحتنا، حفاظ على مخنا، على قلبنا، على الدورة الدموية، على الجهاز العصبي. لما بناكل سكريات وحبوب البكتيريا دي بتموت، وبيحل محلها بكتيريا من نوع مضر. النوعين من البكتيريا بينتجوا نوع معين من الكيمياء. البكتيريا الصديقة الكيمياء بتاعتها مفيدة ليك، البكتيريا الضارة بتنتج كيمياء ضارة ليك. لما بيحصل انك بتاكل سكريات وحبوب وبتموت البكتيريا الصديقة وبيحل محلها البكتيريا الضارة وبتنتج بدورها كيمياء ضارة، بيحصل التهابات في الجسم. لما بيحصل التهابات في الجسم، جسمك بينتج بروتين معين اسمه زونالين. تأثير الزونالين انه بيوسع من مسام جدار القولون. جدار القولون في مسام معينة بيساعد جسمك على امتصاص المية وفيتامين بي. كمية كبيرة من فيتامين بي بتنتج عن طريق البكتيريا الصديقة اللي هي موجودة جوه القولون. انت لما بيبقى عندك سوائل وفيتامين بي بتخش عن طريق مسام جدار القولون الى مجرى الدم وانت بتستفيد بيها. لما البكتيريا الصديقة بتموت وبيحل محلها البكتيريا الضارة وبتنتج الكيمياء الضارة، جسمك بيلتهب، بينتج بروتين زونولين، بيوسع مسام القولون، فبيدخل المواد الكيميائية الضارة الى الدورة الدموية وتترسب في المفاصل. اتحاد الكيمياء اللي بتنتجها البكتيريا الضارة مع السكريات والحبوب بينتج مادة كيميائية اسمها سيلياك أسيد. لما بتخش في مجرى الدم عن طريق جدار القولون وبتترسب في المفاصل، بتبقى كأنها بالظبط زي الشظايا، وهي دي اللي بتسبب الألم. لما بيحصل الألم جسمك بيرسل إشارات لجهاز المناعة بيقول له في حاجة غلط، أنا موجوع في المنطقة دي. جهاز المناعة ما يفهمش بقى ولا سيلياك ولا مش سيلياك، هو عارف إن المنطقة دي مصابة، فبيروح باعت الجيوش بتاعته تحارب المنطقة المصابة، وبيحصل تآكل للغضاريف. طيب يعني معنى كده إن الخطوة المهمة اللي إحنا المفروض ناخدها هي إصلاح جدار القولون، بان احنا نرجع المسام بتاعته لطبيعتها. طيب بما ان احنا بنقول انه الغضاريف اتاكلت، هل الغضاريف اللي اتاكلت مش هترجع تاني؟ يعني انا بسمع ان في ناس كتير قوي بيقولوا انا عندي عملية، عندي ميعاد قريب عشان اغير مفصل بسبب ان الغضاريف اتاكلت بقت عظم على عظم. لا، الموضوع مش كده خالص. هو اللي بيحصل ايه؟ ان انت لما
بتاكل غلط. طبعا انا ما بحكمش على حد، انا كل اللي بقوله ان احنا ما عندناش المعلومات الكافية اللي توجهنا ناحية الطريق الصحيح. احنا اتعلمنا كده او اتبنى في افكارنا ان احنا لما بنتوجع بنروح للدكتور بيدينا الدواء وعندنا امل ان احنا نخف. انا ما شفتش حد خد دواء لغاية النهاردة وخف بصراحة يعني، وانا من الناس دي. انا قعدت 4 سنين بتعالج، وقبل ما اعمل الشهادة بتاعت التغذية بتاعتي ما كنت يعني 4 سنين كنت بموت، والدواء ما نفعش. فانا ما شفتش حد بصراحه اخد دواء وخف خالص. فهو انت بتتوجع بتروح للدكتور بيكتب لك الدواء عشان نزيد الطينه بله. المسكنات والادويه بتوسع من جدار القولون اكتر، فبتبقى دوره لا نهائيه من الاوجاع والالام والالتهابات وتناولنا للادويه وتنميه سلالات البكتيريا الضارة ووجود الكيمياء الضارة في جسمك، وتبقى دورة لا نهائية لغاية لما بيوصل ليك المرحلة ان انت بتوصل لمرحلة تقول انا محتاج اغير مفصل لان الغضاريف اتاكلت تماما. طيب هل جسمنا ممكن ينتج غضاريف جديدة؟ نعم نعم. هدي لك امثلة بسيطة جدا ممكن تحصل معانا كل يوم. لو انت بتقطع حاجة في المطبخ بالسكينة وقطعت جلدك، قطعت صباعك، بيحصل ايه؟ جسمك بيبني انسجه بديله بدل اللي اتقطعت، وبيلحم الجلد مع بعضه. احنا لينا دور في الموضوع ده، ما بنعملش حاجه خالص غير ان احنا بنطهر الجرح. نفس الفكره في العظم، لما بيجي العظم ينكسر، لو واحد عنده عظمه مكسوره في دراعه او رجله بنعمل ايه؟ احنا بس بنجبسها علشان نضمن انها تبقى دغري في خط مستقيم، ما تبقاش معوجه. لكن الجسم بعد كده بيقوم بدوره بانه بيبني كالسيوم في المنطقه المكسوره ويلحم العظمه وترجع اقوى من الاول. فمعنى كده ان احنا عندنا اجهزه في جسمنا بتساعد على بناء الخلايا التالفه او الميته. في الغضاريف نفس الموضوع، عندنا في نظام بنائي في جسمنا اسمه كوندروسايت او كوندروبلاست. كوندروسايت او كوندروبلاست، الاثنين النظامين دول بينتجوا بيعملوا إعادة بناء الغضاريف مرة أخرى. لكن طبعا في شروط، إن احنا علشان نعمل إعادة لبناء الغضاريف مرة أخرى ونساعد جسمنا إنه يشغل المصانع بتاعته لازم ناخد الإجراء الأول، وهو تصليح مسام جدار القولون بإن احنا نمتنع عن تناول السكريات والحبوب. وفي الحالة دي انت لما بتمتنع عن تناول السكريات والحبوب بيحصل ايه؟ البكتيريا الضارة اللي هي بتتغذى على السكر والحبوب بتموت لانها مش لاقية تاكل، فبيحصل ايه؟ بتموت. وبعد كده البكتيريا الصديقة بترجع تاني تتبني بسلالاتها بالتدريج لغاية لما ترجع تاني تدي لك الكيمياء اللي انت محتاجها علشان تساعد صحتك في التحسن. طيب في مشكلة تانية بتحصل مع الاستمرار لوجود التهابات مزمنة في الجسم. لما بيحصل التهابات مزمنة في الجسم على المدى الطويل ما بيبقاش بس التهابات مفاصل فقط لا غير، ولكن الحالة المتطورة هي هشاشة العظام. ازاي بتحصل موضوع هشاشة العظام؟ في علاقة طردية ما بين النسيج العضلي او كمية كثافة النسيج العضلي وقوة العظم. يعني هو الدراسات لقوا فيها ان كل ما عضلاتك بتبقى قوية وعندك كثافة عضلية كبيرة كل ما عظمك يبقى قوي. وده السبب ان انا بشجع الناس انها دايما في كل فيديوهاتي ان انا بقول لكم العبوا رياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم، اي نوع من انواع الرياضة، اي نوع، حرك جسمك، اعمل مقاومة ضد الجاذبية. تكبير العضلات، تكبير الكثافة العضلية بيؤدي إلى تقوية العظام، لأن إحنا الناس المصابة بالروماتيزم وآلام المفاصل وهشاشة العظام بيبقوا قلقانين جدا، يقول لك أنا مش قادر أقوم، أنا مش قادر أتحرك، طول الوقت في ألم، طول الوقت في خوف إنه يقع الكعب اللي يتكسر. فالاتنين مرتبطين ببعض. لو جبنا شخص عنده 20 سنة وقسنا الكثافة العضلية بتاعته بعد 20 سنة، كمان لما يبقى عنده 40 سنة، لو هو ماشي على أسلوب حياة خاطئ ومش ممارس للرياضة هتلاقي نسبة الكثافة العضلية عنده حصل فيها انكماش ونسبة الدهون زادت. إيه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ ليه نسبة الدهون بتزيد
والكثافة العضلية بتقل. عملية ميكانيكية في جسمنا بيحصل ازاي؟ هندي مثل بسيط قوي، بائع متجول معاه اكل بيخبط عليك بيقول لك انت جعان، بتقول له اه، بيدي لك الاكل، بيبيع لك الاكل، انت بتشتريه وبتاكل وتنبسط وهو بيبقى مبسوط وبيمشي، كل واحد يروح لحاله وخلصنا على كده. البائع المتجول ده هو هرمون الانسولين، لما احنا بناكل هي دي البضاعة، هو بيروح شايلها. هو احنا قلنا قبل كده ان هرمون الانسولين هو عبارة عن ترانسبورتر، يعني بيوصل اوبر يعني، فهو يخبط على العضلات. طبعا لو انت بتاكل سكريات وحبوب بكميات كبيرة فانت عندك كمية مخزون طاقة انت مش محتاجه، فانت كل ما الانسولين يخبط على العضلات عشان يديلها الطاقة اللي انت عمال تاكلها، تقوم العضلات تقول انا مش محتاجة، ده انا عندي مخزون مش عارف دي فين اساسا. يوم هو يحتار، هو عايز البضاعة اللي معاه دي يصرفها، يوم يبعت اشارات للمخ، يبعت اشارة للادارة العليا يقول لهم انا محتاج تعزيزات، البضاعة اللي معايا مش عارف اصرفها اعمل ايه، يوم الجسم يبعت له انسولين اكتر، يوم يخبط عليك تاني تقول له يا عم انا قلت لك قبل كده انا مش محتاج، انا عندي مخزون مش عارف اوديه فين، امشي. لما الانسولين يحتار في السكر اللي معاه او مخزون الطاقه اللي معاه مش عارف يوديه فين، بيروح محوله على طول على مخزن الدهون، فتلاقي نسبه الدهون في جسمك عماله تزيد ويحصل انكماش في النسيج العضلي، وبعد كده بقى بيحصل انه التطور الطبيعي لالام المفاصل، هيبقى هشاشه العظام بعد كده وحاله صحته بتتدهور جدا لوجود التهابات مزمنه في جسمك. طيب ايه الحلول بس كده عشان نعمل تلخيص كده بسيط، هي في منتهى البساطه السكريات والحبوب لازم نمتنع عنها. هنحل محلها بالدهون الطبيعية، وكلمة دهون ما تخوفش، صدقوني ما تخافوش من كلمة دهون طبيعية، لأن ربنا خلقها في الطبيعة، بس إحنا لازم نستفيد منها بالطريقة الصح. البيض، السلمون، السردين، الماكريل، فخاد الفراخ، الأفوكادو، المكسرات، الزبدة، زيت الزيتون، الزيتون نفسه، زيت جوز الهند، كل أنواع الدهون دي هتحافظ على الجهاز العصبي، على القلب، على المخ، على البشرة، على الشعر. ده بالنسبة لمصادر الطاقة اللي هي بديل للسكر والحبوب، لأن السكر والحبوب هي مصدر طاقة، فأنت عايز بس تشيلهم وتحط مكانهم حاجة تانية اللي هي الدهون الطبيعية. حاجة مهمة بقى عشان ننمي سلالات البكتيريا الصديقة، لازم ناكل خضار بكميات كبيرة، أي أنواع من أنواع الخضار. الألياف اللي موجودة في الخضار جسمك ما بيهضمهاش، بس لما بتنزل في القولون بتتغذى عليها البكتيريا الصديقة، وبدورها بتنتج الكيمياء اللي جسمك محتاجها علشان يظبط لك مزاجك، يظبط لك الهضم، يظبط لك هرموناتك، يظبط لك إنزيمات الجسم، ينتج لك فيتامين بي اللي بيخش زي ما قلنا مع السوائل من مسام جدار القولون. يبقى هو هناكل دهون طبيعية زائد خضار، ونمتنع عن السكر والحبوب. والشيء المهم اللي دايما بكرره في كل فيديو، من فضلكم 30 دقيقة رياضة كل يوم. أشكركم على المتابعة، استنوني في الفيديو اللي جاي. سلام.